اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العليات
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف
صورات الجسماني ومعدن الأسرار الرباني وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية
وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجات
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية خليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف
صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة ورتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية أسرار ربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية خليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرات الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضال الخليقات الإنسانية وأشراف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرات الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضال الخليقات الإنسانية وأشراف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرات الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضال الخليقات الإنسانية وأشراف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجتين
عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية ورتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية ورتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية
والبهجة السانية والرتبة العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة
الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبات العلية من درجة نبيون النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعاته القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية أسرار ربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبي لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف صورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العلية من درجة نبي النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت.